هذه أكادير المدينة الساحلية الجميلة هي قبلة لكل الزوار. السياحة عدت قطاعا مهما ومنعشا لهذه المدينة التي تستقطب على مدار السنة كما كبيرا من السياح الأجانب. أكادير تحتضن ناديا رياضيا يطلق عليه اسم نادي حسنية أكادير. تأسس هذا النادي عام 1946. رصيد الفريق يبقى عاديا وخزينته زينت بلقبين للبطولة الوطنية، ولم يفز ممثل سوس بلقب كأس العرش. وإذا تحدثنا عن وضعية حسنية أكادير هذا الموسم فالفريق منتعش بعديد الانتصارات ويسير في صمت أمام غفلة من باقي الفرق الوطنية، وضع مريح نسبيا إذا ما نظرنا إلى إمكانيات هذا الفريق المادية والبشرية أيضا. وأكيد أن عوامل كثيرة ساهمت في تألق الحسنية الذي شابت نحوه مخاوف كثيرة قبل بداية الدوري خلال مبارياته الإعدادية التي لم يفز فيها إلا في مباراة واحدة. أهم شيء بالنسبة لنا هو أننا وصلنا لهذه النقاط في هذا الوقت هذا، لأن أعطتنا واحد الارتياح خاصة في ظل المسائل اللي تكلمنا عليها والأشياء اللي تكلمنا عليها واللي واجهتنا في بداية ديال البطولة. احنا لاعبين كما شرتي اللي ما عندهمش تجربة وباقيين صغار في السن، اللي خصهم اللي يوجهم داخل رقعة الملعب خاصة في ظل النتائج اللي ما تتكونش في الحسبان. بطبيعة الحال كان تخوف، لاننا في وقت ديال لا بريباراسيون كنا كنهزموا في المقابلات الودية، ولكن هذا ما غاديش مع المدرب سي جمال خلانا عطانا بعض التعليمات لان تيقول لنا المقابلات الوديه كنشوفوا اللاعبين اللي يمكن لهم يحملوا قميص حسنيه اكادير في المقابلات الرسميه. بطبيعه الحال كيف ما قلتي فالتشكيله يعني تغيرت بواحد 80%، يعني مشاو عناصر كثار، جاو عناصر جداد، كاين هناك عناصر شابه يعني تعطات الفرصه هذا الموسم. يعني لقينا واحد الصعوبات في الذهاب، الحمد لله في الاياب يعني بدا كيحصل واحد الانسجام بين اللاعبين، وكذلك يعني كيوصل لهم يعني الميساج ديال المدرب، داكشي اللي كيقول لهم كيتبقوا داخل الميدان. فالحمد لله يعني حنا كنمشيو مباراه وكان الحمد لله يعني فهاد الروتور يعني ارتحينا بزاف، ويعني النتائج راه كتاكد كلشي. كما تشوف الجمهور السوسي ان الفريق تغير بشكل 50% تقريبا على الموسم اللي فارت. الحمد لله بالعمل ديال السي جمال اللي ضاف اشياء كثيره للفريق بحكم انه كيعتمد على اللاعبين الصغار. الحمد لله ان قدرنا ان نسجموا شويه مع الخطه ديال المدرب ديالنا. كنحققوا نتائج واخا ما كتكونش متتاليه، ولكن ان شاء الله الحمد لله في هذا الروتير هذا ان شاء الله نقدر اننا نحققوا نتائج ايجابيه ان شاء الله باش خلينا دائما في الصداره ديال الدوري المغربي ان شاء الله. حسنية أكادير نجح هذا العام في بسط سيطرة صامتة وهادئة بتشكيل شاب، بعض منه جاء من فريق الشبان والبعض الآخر جاء من فرق أخرى. مدرب شاب قبل عرضا ملغوما وتعاقد مع فريق لا يملك من التجربة إلا القليل، ونتائج لن تزيد من مكونات ممثل سوس إلا تشبتا وتمسكا بطموح أضحى مشروعا. وسي جمال قبل التحدي وحسنية أكادير قبل التحدي مع جمال. جمال إطار شاب وطني ذو أخلاق عالية، يعني بيتكوين عالي، انسان اللي منين ما مر يعني الانديه اللي مر فيها كيخلي البصمه ديالو. واعتقد بان شرف لحسنية أكادير تتعاقد مع جمال، وكذلك شرف لجمال ان يتعاقد مع حسنية أكادير. ولعل احسن ما يؤكد هذه العلاقه هو ان التعاقد كان لمده سنتين. وإذا تحدثنا عن الظروف التي يمارس فيها الفريق السوسي فبنيته التحتية تبقى متواضعة جدا، ملعب صغير تنعدم فيه أدنى شروط الممارسة السليمة، والمستقبل القريب يعد بنهضة كروية جيدة بافتتاح مركب رياضي جميل وكبير بمواصفات الملاعب الدولية. المركب الجديد كان أعتقد لأنه مكسب المدينة أكادير ومكسب المغرب بصفة عامة،
وكنعتقد بلي انه من المعالم الرياضيه الكبرى اللي كنفتخروا بها ملعب اكادير. فكنعتقد بلي ان المركبات الرياضيه سواء ديال اكادير وديال مراكش وديال طنجه، اولا هادو كنعتقد بلي انه مكاسب الى تبذل واحد المجهود جبار على مستوى المستوى المركزي مستوى الحكومه وغيرها بالانجاز هذه المركبات. اولا خصها تكون عندنا تربيه الحفاظ عليها، هذا اساسي. الحديث عن البنية التحتية يجرنا أيضا للحديث عن غياب مركز للتكوين، والفريق يعتمد بالأساس على المدرسة والفئة الأخرى لتكوين لاعبي المستقبل. باش تكون لاعب قادر تحمل المصاعب نتاع المستوى العالي خص يكون عندك مركز، أولا خص قبل ما قبل التكوين عاد مركز التكوين. يعني دابا بالنسبة للدول المتقدمة راه ما بقاوش كيرتكزوا غير على مركز التكوين ولكن على مراكز اللي هي ما بعد التكوين. حنا دابا الواقع ديالنا هو واقع، ولكن على ضوء واحد اللقاء اللي تم بين وزير الشباب والرياضه ما بين والي جهه ماس الصدر لاكادير والمكتب المسير ورئيس المجلس البلدي لاكادير، كانت وعود باش غادي يساعدوا فريق حسن لاكادير وغادي يوجدوا له واحد المركز التكوين اللي مستقبلا ان شاء الله غادي يكون بالمركب الكبير بلانكس اللي هو في صدد الدراسه من طرف وزير الشباب والرياضه. اقبال يعني الحمد لله على التكوين وعلى مدرسه كره القدم في الحسن، يعني اقبال جيد جدا. يعني لولا الطاقه المحدوده للملعب لكان الاقبال يكون اكثر وكانتشيله تكون اكثر. الان كاين حوالي 450 منخرط في مدرسه كره القدم، والحمد لله كنتفائلوا ان الاعداد تزاد لاننا سوف نستغل ملعب ذو عشب اصطناعي اللي جهزته وعدته وزاره الشباب والرياضه الفائده الحسنيه اكادير. ممثل مدينة أكادير ظل منذ زمن بعيد المزرعة التي تنتج مواهب كروية أضحت الآن معروف على مستوى الساحة الكروية في بلادنا. إدارة الفريق تدخل في نزاع مع فريق الرجاء البيضاوي بخصوص ما أضحى يعرف بملف عمر نجدي ونسبة 40% من صفقة بيع الرجاء اللاعب إلى المقاصة المصرية. هذا ملف أعتقد بأن أكثر وضوح بما كان فيه حقوق والتزامات. التزامات ديال الرجاء البيضاوي باداء بال 40% من الصفقه، حسن تكادير لها الحق في هذا المبلغ، الرجاء استخلص قيمه الانتقال، ما عليه الا ان يمتثل للعقد الرابط بينه وبين حسن تكادير. انا كنعتقد الا تطور الموضوع فكيعطي نتيجه واحده، انه كاين غياب عقلاء، هذا هو المساله. اما المساطير الاداريه المساطير الاخرى هذه مساله اللي هي واضحه، ولكن اللي هو اساسي واللي كيهمني انا بالخصوص هو انه الموضوع ما خصوش يتطور. واسئل الكثير من المداد حول هذا الموضوع، وتحدث البعض عن نيه اداره الحسنيه في تغيير الوجهه وتصدير لاعبها الى انديه اخرى غير الرجاء. هذا كلام لا يلزم غير من يقوله، لان حسنيه تكادير معمره ما كانت عندها وجهه معينه. كاين علاقات ما برجع جميع الانديه الوطنيه، يمكن بعض الامور كتفرض انه او بعض الامور كتيسر العلاقه ما بين حسن تكادير والرجاء البيضاوي، ولكن ليس هناك اي تغيير للوجهه ولا وجود للوجهه كاع في الاساس، وبالتالي جميع الانديه راه سواسيه. وما هو يعني موضوع الحديث الان هو يعني من ابداعات الشارع وابداعات المقاهي، ولا يلزم حسن تكادير كذلك في شيء. كنعتقد بانه كيدخل في اطار محاوله استفزاز الناس ديال الرجاء. فالوجهه ديال حسن تكادير ماشي هي الرجاء البيضاوي، ماشي هي الوداد، الوجهه ديال حسن تكادير هي جميع الانديه المغربيه، عندنا علاقات مع جميع الانديه. فكتبقى مساله ديال انتقال لاعب من حسن تكادير الى لاعب الى نادي الرجاء او الى نادي الوداد او الجيش او المغرب الفاسي، كتبقى مساله ديال المفاوضات، مساله ديال الاختيار، مساله ديال اقتناعنا بعد اولا بالترخيص لهذا اللاعب واش ينتقل ولا ما ينتقلش، هذا كيبقى قرار ديال المكتب المسير لحسنيه اكادير. اكيد ان حسنيه اكادير المدجج بترسانه شابه وبمواهبه قالت كلمتها ولا تزال في رحله مضيئه بنتائج جيده في ظل الامكانيات والظروف المحيطه بهذا الفريق، لابد ان يقول كلمته اذا ما توفرت طبعا كل شروط الممارسه السليمه.
بداية الفريق السوسي في بطولة هذا العام كانت عادية، خصوصا وأن حسنية أكادير لم يكن جاهزا بنسبة كبيرة. الفريق تلقى هزائم عديدة خلال المباريات الإعدادية، فبدأ التخوف حول مستقبل ممثل السوس خلال هذا الموسم، خصوصا وأن الفريق غير من تشكيله بنسبة كبيرة ويضم في صفوفه عناصر شابة تنقصها التجربة. رجال جمال السلام أزالوا كل هذه المخاوف ونجحوا في تحقيق نتائج مهمة. طبيعة الحال كما كتشوف ضيعنا بزاف ديال النقاط خصوصا داخل الميدان، يعني جبنا انتصارات بزاف خارج الميدان. ربما هذا كيف ما قلت لك يعني تغيرت النتيجه، تغيرت يعني تشكيله الفريق بواحد 80%، يعني مازال ما حسب واحد الانسجام، يعني كاين عناصر شابه خصها باقي شاد الوقت باش تاخذ تجربه في القسم الوطني الاول. الحمد لله يعني العناصر اللي تعطاتها فرصه يعني بدات يعني كتثبت الذات ديالها، وكنتمنى يعني نمشيو في هذا المسار ان شاء الله في الاياب ان شاء الله. بالنسبه لحساس اكادير يعني تنظن باللي كنحصل المرتبه الخامسه او السادسه، مرتبه جيده بالمقارنه مع الانتدابات اللي انتدى الفريق، مقارنه مع ان الفريق تلعب 80% من اللاعبين شباب. هذا يعني بالنسبه لنا احنا فهو رهان ومصدر قوه. ممثل سوس يحتل إلى حدود هذه الدورة المركز الخامس برصيد 28 نقطة، جناها من 7 انتصارات و7 تعادلات وخسر في 5 لقاءات. تلقت فيها شباكه 14 هدفا وسجل 17. حصيلة أكيد تبقى طيبة جدا إذا ما قرناها بالموسم الماضي. بالنسبه لي انا وجميع اللاعبين الحاصله جيده هذا الموسم، كما تشوفوا الان كنحتلوا مرتبه لا باس بها، وهناك المزيد من المقابلات ان شاء الله اللي هنايا كنوعدوا الفريق الجمهور السوسي اللي كيساندنا بهذه المناسبه. بهذه المناسبه كنشكروا على الحضور ديالو لجميع المقابلات لا في خارج مدينه اكادير او داخل مدينه اكادير. الحمد لله كانوا بعد التعثرات، ولكن في الاخر تداركنا الموقف ولو نتائج راه حتى الحمد لله راه ربحنا دو ماتش متابعين، واخا كان بعد التعثرات في شي ماتش، ولكن الحمد لله راه الجمهور كيبين هو راضي على النتائج، يعني احنا حنا راضيين الحمد لله. وإذا عدنا إلى المسار الذي قطعه حسنية أكادير منذ أول دورة إلى الدورة 19، فالبداية كانت موفقة، انتصر فيها الفريق على وداد فاس وتعثر في ثاني دورة خارج القواعد أمام أولمبيك آسفي، ثم استعاد نغمة الفوز في الدورة 5 و6 ثم 10 ليتلقى هزيمة أخرى أمام الكاك ليختتم مباراة الذهاب بفوز كبير وبالثلاثة في قواعد الجيش الملكي. كما قلت لي أن النتائج ماشي شو ما هذوك كنخسروا ونتعادلوا ونربحوا، النتائج متذبذبه بعض الشيء. هادشي خلينا ان شاء الله نزيدوا في العمل ديالنا ونجلبوا لاعبين جيدين ان شاء الله اللي يقدروا اننا يعاوننا مثلا من القدام ان شاء الله باش حنا نحققوا لقب ان شاء الله اللي غاب هذه المده ديال 8 سنوات و7 سنوات مع الفريق ان شاء الله. وصراحه في البدايه ما كناش راضيين على النتائج، ولكن كما قلنا بالصبر وبالمثابره وبالعمل وبالجديه ديال اللاعبين فاستطعنا اننا نكونوا فريق اللي غادي يكون فريق ديال المستقبل ان شاء الله، والبوادر ديال الفريق هي باينه، لانه كما سبق لي قلت انه كاين شبان اللي واعدين، كذلك اللاعبين المخضرمين اللي عندهم تجربه، فهذا كيبين يعني بواحد النسبه كبيره انه الفريق يعني فريق غادي في المسار اللي هو صحيح. على العموم فالفريق الاكاديري ماض على الاقل نحو ضمان مكانته ضمن قسم الصفوه مبكرا، والطموح اكيد سيكبر مع مرور الدورات، وهو الذي ينعم بترتيب مريح في بطوله تعد بالشيء الكثير. قيمة مضافة أغنت حراسة مرمى قلعة حسنية أكادير يوم التحق فهد الحمادي قادما من مدينة زاكورا 11 عاما من الخدمة والدفاع عن شباك ممثل السوس، ساهمت في صقل مواهبه وأضحى واحدا من حراس المرمى المتميزين في البطولة الوطنية. كباقي أقرانه مر الحمادي بعديد التجارب قبل المجيء إلى أكادير. أصلا تيلعب الوالد ديالي والعم ديالي كانوا تيلعبوا الكرة،
تماك يوميا في التيران تنمشي تنتفرج صافي تماك انا دخلت في الدرب ديالنا تنلعب بحالي بحال مع الدراري وداك الشيء ديما الوالده لا زدت قرا وسميتو تنقول لها لا انا بغيت نلعب كره صافي من بعد تماك زدت شويه مشيت للفرقه ديال فرقه النهضه ديال زاكوره تماك بديت معاهم بقيت نلعب وسميتو في التورنوا ديال رمضان لعبت ماتشات مزيانين وداك الشيء كتبوا عليا الصحافه وسميتو من بعد عيط عليا السي عبد الله ابو القاسم هو اللي جلبني لهنا. فهد الحمادي البالغ من العمر 30 سنة لم يستغرق وقتا طويلا من أجل الاستئناس بأجواء أكادير، واستطاع الفتى الأسمر الاندماج في وسط سوسية متغلبا بذلك على الوحدة. بالنسبة للأخ فهد يعني هو قبل ما يكون زميل ديال الملعب فهو أخ ديالي لأننا كنحضروا من نفس المنطقة اللي هي زاكورة. يعني كنحاولوا أننا ننسوا ديك الغربة وداك البعد ديال العائلة يعني كنكون كنقضوا كثر الوقت ما بيناتنا يعني في الدار ولا بعض المرات كنتشاو شي طواجن كنطيبوا بعضياتنا وكيكونوا الاصدقاء ديالنا اللي تما ولا كيجيو من اكادير وكاين حتى الاصدقاء اللي من برا اكادير يعني كنحاولوا نكونوا ندوزوا كثر الوقت ما بيناتنا باش ننسوا داك البعد على الدار. الاول يلاه جيت لقيت صعوبات بزاف مع مرور سميتو مرور الايام داك الشيء بقيت الأمج وليت تنعرف الطياب بوحدي وليت نعتمد بوحدي و أغلب الأوقات ديالي متنخرجش بزاف على الدار تتكون مع الأصدقاء ديالي وسميتو هما اللي تيعمرو الفراغ ديالي. فالحمد لله حنا إخوة ماشي في الملعب ماشي في التدارب حتى على برا كنجيو نحاولو نقضيو معاه بعض الأشغال المنزلية نعاونوه كنحاولو نخلوه بأنه ما يحسش بالوحدة كأنه أصلا هو كيعتبر ولد المدينة ولد مدينة أكادير لأنه قضي مع الحسنية وعلى ما كنظن هو فتحي لباقي جوج لاعبين اللي خداو البطولة مع الحسنية أكادير فهذا شرف لنا كبير لأن حنا كليجون أن نبقاو مريحين مع فهد ونستافدو منو عدة أشياء بعيد على بغض النظر على التدريب والمباراة فكنحاولو نستافدو تجربتو في الحياة من شحال من حاجة. شخصيته الجادة والالتزام بضوابط الممارسة الكروية الصحيحة مقومات جعلته ينال ثقة واحترام الإطار الوطني جمال السلامي. فهد الحمادي تبقى عنصر مهم داخل التركيبة البشرية لأنه من اللاعبين المحبوبين على الجميع من اللاعبين اللي تتميزوا بالفكاهة تنشط المجموعة وكذلك فهو كان لازمو بعض الثقة اللي تنحاولوا أن نمدوه بها في الحوار ديالنا اللي تيكون معاه قبل التدريب ولا من بعد التدريب والحمد لله هذا الشيء بان خاصة في المباراة الجوج الأخيرة أنه أصبح كما تنقول ليه هو سميتو فهد أنا بغيت يكون سبع. ذاكرة هذا الحارس ستظل موشومة بإحرازه للقبين للبطولة الوطنية صحبة فريق حسنية أكادير وسيغتنى أكيد إذا ما وقع على مسار جيد هذا الموسم ولما لا إضافة لقب ثالث. تجربة ديال الدفاع الحسني الجديد بالنسبة لي شخصيا كانت تجربة مهمة لأنها أعطتني واحد القيمة كبيرة كمدرب في فرق الصفوة وتتبقى تجربة جد مهمة لأنها كانت أول تجربة لي كمدرب في فريق في قسم الصفوة وحققنا نتائج إيجابية اللي بقات أعطت واحد انطباع جيد لدى جميع المتتبعين الرياضيين لكرة القدم المغربية. بالنسبة للتجربة ديال الحسنية تتبقى أنا في البداية ديالها الحمد لله كاين هناك واحد الجو جد إيجابي اللي تنعيشوه لا مع الإخوان في الطاقم التقني سي الحسن بويلاس سي عبد الكبير مزيان وسي محمد أحمادو ولا مع الطاقم التقني لا مع الناس اللي تيشتغلوا معنا في الاعداد ديال اللوازم ديالنا ديال الرياضه ديال اللاعبين ولا كذلك مع المكتب المسير ومع الاداره التقنيه تنظن بان هذا واحد المعطى مهم اللي خلى ان الفريق يعيش واحد الاستقرار
والنتائج بدات تظهر عليه. الظروف اللي بدينا فيها كانت ظروف صعبه، لان الفريق غير من التركيبه البشريه ديالو الشيء الكثير. كانوا الظروف اللي بدينا نهيئوا فيها كانت ظروف صعبه. انطلاق ديال البطوله انطلقنا وحنا ما التركيبه البشريه ديالنا ما جاهزاش. تلقينا مجموعه ديال الهزائم في المباريات التحضيريه. في الاول كان ما كانش هناك واحد الوضوح للمسار ديال الفريق. بطبيعه الحال كان هناك واحد التخوف واحد الفتره من الفترات، ولكن كنت دائما ملي تنجلس تنقول انا استخرت الله ودرت الاسباب باش نجي الحسنية. استشرت مع مجموعة ديال الإخوان في التقنيين اللي الملمين بالكرة القدم المغربية واللي تعرفوا الخصائص ديال مجموعة ديال الفرق، واقترحوا عليا أن نجي الحسنية أكادير، منهم سي عبد الرحمن السليماني، منهم سي حسن مومن، منهم إخوان أخرين. وكنت تنقول ربما ان هاد الصعوبات اللي غنواجهوها في الاول ربما غادا تبين وغادا تعطي واحد القيمه للعمل اللي ممكن يبان من بعد، لان لو ان الانسان جا ولقى كلشي متوفر وبدات النتائج ربما هذاك الشيء ما غيتحسبش ليه. ولكن في ظل هذيك الصعوبات وفي ظل التركيبه البشريه اللي تغيرات بشكل كبير، وفي ظل اقحام لاعبين اللي استقطبناهم من فرق اخرى وجاهم متاخرين، ولاعبين اخرين اللي جلبناهم من افريقيا او لاعبين شبان، تنظن بان النجاح كان تنظن بان بالنسبه ليا ملي تنتعاقد مع اي فريق فتكون هناك شروط اللي تنوضعها، لا مني كنت مع فريق الدفاع الحسني الجديدي ولا هنايا مع فريق الحسني ديال اكادير، ما كاينش هناك اي تدخل في المهام ديالي. تبقى الفرق هنايا في فريق حسني اكادير هو ان كاين هناك واحد التجربه اللي كاينه عند المسؤولين، وكاين هناك الناس عارفين شنو هما الامكانيات اللي وفروا لك وشنو هما الاهداف المسطره. كاين فرق بين ان انسان تيحلم بشي حوايج اللي ممكن يحققهم، وممكن انه الامكانيات اللي موفرين ما يوصلوش لها. وكاين الناس اللي هنايا عارفين الامكانيات المتوفره لديهم وشنو هي الصعوبات اللي ممكن تواجههم وشنو هما الطموحات ديالهم. هذا الشيء هو اللي خلى ان ما كاينش هناك واحد الضغط على الفريق ولا على الطاقم التقني، وكاين هناك واحد التوافق في الرؤى، وكاين هناك واحد الاستشاره، وكاين هناك واحد كيفاش نقول لك، كاين هناك واحد الجانب ديال الحمايه من طرف المسؤولين ومن طرف الاداره التقنيه، خاصه في الاوقات الصعبه والحرجه اللي تتمر منها الحسنيه بعض المرات. بالنسبه لي شخصيا تنظن بان كما قلت لك، اولا كاين الدور ديال المكتب المسير وعلى راسهم الرئيس سي عبد الله ابو القاسم اللي ما تيخليش الضغط يوصل للاعبين، ربما تيتحملوا هما واحد الشق كبير باش يخليو الفريق انه يعيش واحد الاستقرار. كاين الروح اللي تتسود الطاقم التقني، كاين المميزات اللي عند اللاعبين. تنظن بان عندنا لاعبين اللي عندهم مميزات كبيره، فقط تتنقصهم الثقه، وربما هذا الشيء خلانا اللي اثر علينا بشكل كبير هو عدم توفرنا على ملعب التدريب في المستوى. بالنسبه لنا كما شرحت لك في الاول، كاين هناك اهم شيء كاين هنا في فريق حسنية اكادير هو ان الناس المسؤولين عارفين الامكانيات المتوفره لديهم،
وبالتالي الطموحات ديالهم تتبقى طموحات مشروعه ولكن طموحات عقلانيه، ماشي انسان موفر واحد الامكانيات وتيطمح انه يحقق نتائج كبر من داكشي اللي عنده. اول هدف بالنسبه لنا حنايا هو اننا نوصلوا لعدد النقاط اللي تضمن لنا البقاء في القسم الوطني الاول، ومن بعد فكل شيء مشروع. حال جيد وظروف مشجعة بين لاعبي شبان حسنية أكادير، الفريق الذي ظل يبحث دائما عن أفضل النتائج يحقق نتائج طيبة منذ بداية الموسم. شبان الحسنية راكموا 27 نقطة من 7 انتصارات و6 تعادلات، ولم ينهزم الفريق إلا في 5 مواجهات، حصيلة جيدة أكيد استحسنتها جميع مكونات الفريق السوسي. الوضعية ممتازة، فالفريق غادي في استمرارية مزيانة، فحققنا نتائج ايجابيه، وهذا الشيء بفضل الاطار التقني الكوف السي عبد العالي الرفالي، وايضا رشيد عزام السي رشيد عزام والسي علي والحاج اللي تا هما كيسهروا باش يطلعوا دي جون للفريق. الظروف متهيئه، كل شيء كاين تجانس بين اللاعبين. كنظن بان النتائج غدا ان شاء الله الحمد لله في خط تصاعدي، يعني حقنا في المقابله الاخيره فوز على اولمبيك خريبكه. كما شفتوا الان كنوجدوا للمقابله ديال شباب الريف الحسيمي يوم السبت ان شاء الله. كنتمنى ان شاء الله باش الامور تمشي على خير ونحققوا نتائج ايجابيه ان شاء الله في الدورات القادمه، باش نحاولوا ان شاء الله يعني نحتلوا احد المراكز الاولى في بطولات شوبان. حديثنا عن شبان حسنية أكادير يجرنا إلى سياسة التكوين التي ظلت سياسة قائمة الذات لإدارة النادي. الفريق وسعيا منه لإمداد الفريق الأول بعناصر جديدة غير من أسلوبه في بطولة الشبان، وأضحى يعول على تكوين لاعبين جدد بتنسيق مع الإطار جمال السلامي. وضعية حالية ديال فريق أمل وفريق شبان حسنية أكادير في وضعية كما تنقولوا في وسط الترتيب، حقق 7 انتصارات و6 ديال التعادلات مع 5 الهزائم. عدد الأهداف اللي سجلوا هي 21 هدف، وتسجلت علينا 19 بالنسبة، هي زائد 2. ولكن باش نقربكم شي شويه بان راه السياسه ديال الفريق راه تغيرات، وما بقيناش نقلبوا على النتائج، قدرنا نقلبوا على التكوين وتطعيم الفريق الكبار على حساب الاستراتيجيه وسياسه النادي. احنا راضين على النتائج، ولكن اللي تيهمنا والاساس الهم ديالنا الكبير وهو من ان اللاعب ديال الفريق الامل والشبان تلتحق فريق الكبار، والحمد لله قدرنا نطعموا في هذه السنه 2 لاعبين، نوح الدوكير ومراد باطنا، وفي وسط السنه التحقوا 5 اللاعبين الفريق الكبار. وفي ظل هذه السياسة بات الشغل الشاغل لهؤلاء الشبان البحث عن مكان في فريق الكبار على غرار زملائهم 5 الذين التحقوا بتشكيل السلامي. أي واحد كيتمنى يلتحق فريق كبار، بما حطوا مراد باطنا ونوح التوكي تلحقوا، كانوا ذاك العام كيلعبوا معنا وتلحقوا دابا ليكيب سينيور. أي واحد كيتمنى يلعب في ليكيب الأولى ليكيب سينيور، والنتائج تاعنا غادي نتائج مزيانه، عندنا نتائج مزيانه كيديو لك باش تلعب في ليكيب سينيور. وفي غياب مركز تكوين يكون ويدرس يجد لاعب شبان الحسنيه بعض المشاكل، التوفيق بين الدراسه والتدريب مشكل يؤرق بعض من هؤلاء العناصر، فمنهم من يعمل من اجل ضمان مستقبل كروي لامع، ومنهم من يوازي بين التمدرس والالتزام بالحصص التدريبيه. بالفعل فاحنا كما قلت كل واحد يعني شنو داير، كاين اللي كيقرا، كاين اللي في الاغلبيه ديال الدراري كيقراو، وكنحاولوا كنحاولوا يعني نوفقوا، خصوصا ان لي زونطريمون يعني كنديروا مع العشره ونص، يعني ضروري خص يعني تكون بحال دابا الصباح ما قاريش ولا شحال باش تجي. فكنظن الدراري اللي يعني الاغلبيه كيحضروا لي زونطريمون بغض النظر على التوقيت ديال الدراسه، فالهم الكبير وديال اي لاعب يكتب عليك اي لاعب فهو لاعب الفريق الاول، فهذا هو اللي الحلم ديال اي لاعب في مرحله الشبان. نموذج جيد اكيد ومستقبل جميل ينتظر هؤلاء الشبان الذين يسيرون في طريق صحيح وسليم، الدراسه اولا والممارسه الكرويه ثانيا.